أمنو أستاذة زهرة نسيم صباح محامية وعضوة مجلس هيئة المحامين بمراكش. لقاء اليوم يأتي في إطار تخليد الذكرى العالمية لحقوق النساء 8 مارس، وهو من تنظيم هيئة المحامين بمراكش والمجلس الجهوي لحقوق الإنسان. موضوع اللقاء هو الحد من الإفلات من العقاب، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء. اللقاء كان هو احتفاء بحمولة حقوقية وثقافية تخللت مجموعة ديال المداخلات. المداخلة أو الجلسة الافتتاحية كانت عبارة عن كلمات افتتاحية للمنظمين، سيد نقيب هيئة المحامين بمراكش، كلمات السيد رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وكلمة اللجنة التنظيمية. بعدها كانت محاضرة افتتاحية للدكتورة فريدة بناني بالمناسبة اللي غادي تم توقيع الكتاب تكريما لها وتكريما للإنجازات والترافع ولما قدمته في مجال حقوق الإنسان وحقوق النساء بصفة خاصة. قلت سيكون بعد مناقشات المداخلات من القاعة ستقوم بتوقيع الكتاب ديالها بعد المناسبة. أيضا كانت مداخلات مجموعة ديال الفاعلين في هذا المجال، محامون، أساتذة جامعيون وقضاة، وأيضا قضاة من جانبين النيابة العامة والقضاء الجالس. النقاش كان مهم، طرحت فيه مجموعة تساؤلات حول آليات تفعيل القوانين والتشريع المغربي على أرض الواقع لمناهضة ظاهرة اجتماعية، مناهضة ظاهرة اجتماعية كما قلت العنف في مواجهة النساء. اقترحت مجموعة تساؤلات وخلصنا بمجموعة توصيات نتمنى أنها تفعل على أرض الواقع. بعدها مازال ولكن بعد قليل سنحيي أمسية على شرف جميع الزميلات والنساء الحاضرات من قبل كورال جمعية هيئة المحامين بمراكش، وأيضا بمساعدة من كورال جمعية نغم وجمعية الأصيل، سيكون على شرف جميع النساء الحاضرات احتفاء بهن وبما تقدمه المرأة المغربية بصفة عامة للمجتمع وما أنجزته وما حققته من مكاسب وحقوق. شكرا.